كنت قد ألفت كتيبا أسميت عائشة أم المؤمنين، حياتها في صفحات، دافعت عن الحقيقة، نعم، ورددت على كلام غربيين يقولون كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هواية أنه يتزوج الفتيات الصغيرات، هذه عبارة عن مرض نفسي وشوة. نعم، باري عز وجل أجرى قلمي وله الفضل والمنة في هذا. لي ابنة تعيش مع زوجها في الرياض، لا علم لها بهذا الكتاب، حديث العهد كان كتاب السنة، لم ينشر بعد تماما حديث العهد. اتصل بي عن طريق الهاتف وقال رأيت رؤيا، طرق الباب عندنا، فهرعت إلى الباب لأفتحه، وإذا بامرأة دخلت وقالت أنا عائشة أم المؤمنين، جئت أشكر أباك. سجدت شكرا لله. نعم، ما العبرة التي من أجلها أخبرتكم بهذا الموضوع؟ عبرة أن نشكر الله عز وجل على هذا اليقين الذي نتمتع به، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن لم يجعل سبيلا إلى قلوبنا من كلام المنافقين وأضرابهم وعبيدهم. نعم، أحمد الله، وينبغي أن نحمد الله عز وجل على نعمة اليقين، الحب الصادق بعد الإيمان العقلاني بالله عز وجل هو الذي ينجينا من سائر الأرض.